بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. أهلا بكم متابعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير، سهرة جديدة بإذن الله. الحديث عن البطولة العربية في برنامج الوسط الرياضي، ساعة ونص بإذن الله نقضيها معكم الحديث مع ضيوف متخصصين في هذا المجال. حديثنا بشكل استثنائي عن البطولة العربية من العاصمة القاهرة. حياكم الله والترحب أيضا بالضيوف المتواجدين معنا في هذه الحلقة. بداية الكابتن محسن الحارثي، لاعب المنتخب السعودي السابق والنصر. حياك الله محسن. أهلا وسهلا أبو سلطان، حييك وحيي الشباب، وإن شاء الله نكون خفيفين على المشاهدين الكرام بإذن الله. أيضا الترحيب بالإعلام الرياضي ماجد عبابنا، حياك الله ماجد. أهلا فيك يا سيدي. بالبداية إحنا بنحب نخرج شوي عن الموضوع، نشكر الاتحاد العربي لكرة القدم، نشكر الجماهير والشعب المصري، لأنه إحنا كأردنيين حسينا حالنا بلدنا الثاني، يعني ما حسينا حالنا غريبين. وبنشكر كمان الكابتن الرائع علي كميخ لمساعدته لنا في تسهيل إجراءات إصدار تصريح البطولة العربية، ونحب نمسي عليكم. حياك الله، ونمسي على الكابتن علي كميخ بالخير، وأيضا ضيفنا الآخر وليد عبد السلام إعلام رياضي. حياك الله وليد. أهلا بك، منورين مصر، مرحب بكل الأخوة الأشقاء العرب في مصر بلدهم الثاني. متابعينا، بداية في هذه الحلقة تقرير عن ثاني المدن التي تستضيف البطولة العربية، الإسكندرية. نشاهد. شهدت محافظة الإسكندرية انتعاشا سياحيا ورياضيا كبيرا، حيث تستضيف الإسكندرية البطولة العربية للأندية التي انطلقت منافستها في 22 يوليو الماضي، وستستمر فعالياتها حتى 5 أغسطس القادم باستادي الإسكندرية وبرج العرب بمشاركة 12 فريقا عربيا. ويوجد بالإسكندرية أكثر من 48 فندق بالدرجات السياحية المختلفة، وصلت نسبة الإشغالات بها إلى أكثر من 90%، وهذا يعكس المكانة الكبرى لمحافظة الإسكندرية في مجال السياحة سواء الداخلية أو السياحة العربية، حيث أعادت البطولة السياحية العربية بعد غياب طويل وأعطتها قبلة الحياة. وتحرص جميع أجهزة المحافظة التنفيذية على عودة السياحة، خاصة أن الإسكندرية شهدت هذا العام إقبالا سياحيا كبيرا من محبيها المصريين، ووصول العديد من الوفود الأجنبية لزيارتها والاستمتاع بها، وضرورة الحفاظ على أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق بها أمام أهلها وزوارها. حياكم الله، هذه هي الإسكندرية. ترحب بضيوفنا مرة أخرى. حياكم الله محسن، أنت توك عاصم إسكندرية وحديثنا عن الإسكندرية. بداية المشاهد البسيط مش عارف الإسكندرية، أنت جاي بالسيارة صحيح؟ كم المسافة وكم الوقت؟ والله أخذنا يمكن 2.5 ساعة. أشياء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً طبعاً الأجواء حلوة طبعاً في مصر بالجو اللطيف. فرق بين الرياض، طبعاً أنا جاي من الرياض، فرق بيننا وبين هنا الرياض جو أحلى في الرياض أكيد يعني. طبعاً الجو لطيف وكذا، وجود الفرق هناك في اسكندرية معطي جو للبطولة، تحس فيه يعني الناس تحكي كثير هناك عن المباريات، خاصة عن الأندية المصرية ومشاركتها وكذا. الوضع مرة ممتاز باسكندرية. من دخلت تمدح في اسكندرية، ايش اللي عجبك فيها؟ والله يعني اول شيء جوها لطيف، ثاني شيء فيها بحر، والعالم تصيف هناك اغلب شيء من الخليجيين. تقول هاديه يعني مدينه هادية. والله لا، اقل زحمه من القاهره شوي. القاهره شوي صجة وكذا يعني. نعم ماجد، كيف تشوف اقامه جزء من البطوله في الاسكندريه؟ ممكن يعني انا ارى انه مباريات، خصوصا يعني احنا كخليجيين، وجود والكسعوديين وجود الهلال والنصر في الإسكندرية نرى أنه قوي. أيضا يبدو لي أنه حتى النهائي يقرر أن يكون في الإسكندرية، ولا لا ماجد؟ يا سيدي، في البداية إحنا بحكم كإعلاميين للنادي الفيصلي كانت مدة إقامتنا الماضية في القاهرة لتغطية ومتابعة أخبار النادي ومبارياته. إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الفيصلي حصل 9 نقاط من أصل 9 نقاط، وتأهل إلى الدور نصف نهائي. الدور نصف النهائي والنهائي زي ما تفضلت راح يقام في الإسكندرية، والتحديد في ملعب برج العرب. إن شاء الله تعالى إحنا بكرة متوجهين للإسكندرية، وإن شاء الله بنشوف أجواء حلوة زي ما وصفها الكابتن. طيب عد أهل الدار وليد، الإسكندرية رياضيا كجماهير في عشق الكرة مثل اللي حاصل في القاهرة؟
شوف الإسكندرية عشان تتكلم عليها هي العاصمة التانية لمصر. إسكندرية طول عمرها من أيام الإغريق هي كانت العاصمة الأولى لمصر. إسكندرية فيها التاريخ، فيها البحر، فيها الجو الجميل، فيها خصوصا في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي وقت الصيف، يمكن تقريبا 3/4 سكان مصر بيبقوا نفسهم يزوروا إسكندرية، مش على مستوى الوطن العربي بس. دي حاجة. الحاجة التانية على المستوى الكروي، إسكندرية فيها فرق عريقة زي فريق الاتحاد السكندري، جمهوره بيعشق الكورة، جمهوره يعني بيموت في حاجة اسمها الكورة. في نادي الأولمبي العريق برضو فاز بالدوري سنة في الستينات، في دلوقتي حاليا نادي سموحة، في عدد كبير من الأندية حتى ما بيلعبوش في الدوري الممتاز. والدوري الممتاز في الستينات طبعا ميلادية، في الستينات الميلادية. احنا يهمنا التواريخ لانك انت تعطي معلومات، فبالعكس هي معلومات ثرية للمشاهدين خصوصا في القناة. صالح، استاد اسكندرية يعتبر اقدم استاد في افريقيا. اقدم استاد، مزبوط مزبوط. هو اللي تلعب فيه مباريات الان ولا؟ هو بس تلعب فيه مباريات في ملعب الاسكندرية وفي ملعب برج العرب بتاع يعني اللي حق. في استادين في اسكندرية بيستضيفوا البطولة، استاد الجيش في مدينة برج العرب غرب اسكندرية، الاستاد الاساسي هو استاد الاسكندرية، ده استاد المحافظة، ده في منطقة باب شرقي في وسط المدينة. يعني القديم هو برج العرب؟ لا، القديم هو الاسكندرية. طيب متابعين الكرام، هذا حديثنا عن ثاني المدن اللي تستضيف البطولة العربية مع ضيوف. خلونا نتكلم عن نتائج اليوم وبرضو عن الفرق المتأهلة رسميا حتى الآن. الفرق المتأهلة رسميا حتى الآن الفيصلي الأردني، ونقول الماجد مبروك التأهل، الله يبارك فيك. أيضا الأهلي المصري والترجي التونسي. حديثنا عن نتائج مباراة اليوم، الوحدة الإماراتي ماجد والفيصلي الأردني، انتهت المباراة بفوز الفيصلي 2-1. كيف تشوف الفيصلي الأردني؟ أنا لما نتكلم عن كرة القدم الأردنية أنا صراحة مبسوط كدولة عربية فيها تطور كبير في الكرة، فيها تدرج بشكل جميل، وهذا يدل على أنه يبدو لي أنه في عمل فني كبير في الأردن. يا سيدي، في البداية مباراة اليوم للفيصلي كانت تقريبا تحصيل حاصل، لأنه الفيصلي بنتائج مبارح الهلال السعودي والترجي التونسي حسمت وأصبح الفيصلي رسميا أول متأهلين للدور نصف النهائي. فالمدرب المدير الفني المونتيغري نيبوشا قرر إراحة 5 لاعبين من التشكيلة الأساسية، هم مدافع و3 لاعبين وسط ومهاجم. وأعطى الفرصة للاعبين اللي ما شاركوا من بداية البطولة أساسيا. ظهر الفريق بأول 10 دقائق بزخم هجومي واضح واستحواذ على الكرة، تداركوا مص حماس من لاعبين نادي الوحدة. لاعبين نادي الوحدة بدأوا شوي شوي يرجعوا للمباراة عبين ما سيطروا على مجريات الشوط الأول كاملا وهددوا وكانوا أفضل من الفيصلي. في الشوط الثاني اللي هو شوط المدربين، وبمناسبة المدربين احنا عندنا مدرب اللي هو نيبوشا، دائما من أول ما جيوا للفيصلي لغاية الآن بيحسم مجريات الشوط الثاني. أغلب مبارياته الشوط الأول بنهيها بالتعادل السلبي 0-0، والشوط الثاني بتلاقي الفريق بيأدي مستويات جدا مختلفة عن الشوط الأول. أنا فكرة ولقد كلامك، ترى مدرب عندنا في الدور السعودي. صحيح، درب الفيصلي، درب الفيصلي السعودي، كان مدرب ممتاز. وهجر أتوقع. صحيح. الشوط الثاني دخل الفيصلي بأول 10 دقائق نفس ال بثقل هجومي، ما في فاعلية بالهجوم، الوسط ما في فاعلية أيضا. أجرى المدرب تغييرين، أدخل لاعب أحمد السري ولاعب وسط، وأدخل بعدها اللاعب أكرم الزوي مهاجم. فبآخر 20 دقيقة بلشت فاعلية الفريق بالهجوم، من ناحية الهجوم سجل هدف التعادل عن طريق المحترف لوكاس، المحترف المميز طبعا، وسجل هدف التعادل بالدقائق الأخيرة عن طريق أكرم الزوي، وأثبت أنه الفيصل يعني قادم للمنافسة وليس للمشاركة. حتى وهو ضامن التأهل للدور القادم بيقدم مستوى، مع أنه ما قدم مستويات مميزة لكن بيفوز. جميل. تعليقك على مباراة الوحدة الإماراتي والفيصل الأردني إذا كنت متابع لها وليد؟ طبعا متابعها، لأن دي نفس المجموعة اللي بيلعب فيها النادي الأهلي.
الفريق اللي هو احد الفريقين اللي بيمثلوا مصر. طبعا زي ما قال ماجد المباراة كانت يعني مجرد تحصيل حاصل او مباراة الاعصاب الهادئة لان الوحدة خلاص غادر البطولة بشكل رسمي، المباراة بالنسبة له اثبات ذات. اما الفيصلي ففريق خلاص ضمن التأهل، فكان بيلعب لاستعراض القوة، وده اللي المفروض عمله النهاردة نيبوشا المدير الفني للفيصلي. رفض الهزيمة وابى ان هو يكون يخرج من المباراة خسران رغم ان هو ضمن التأهل، الا انه يعني زي ما ماجد قال هو فعلا ظهر في المباراة دي ان هو مدرب الشوط الثاني، او اللي هو دايما الشوط الثاني ده بيبقى شوط المدربين، هو فعلا ظهرت بصمته على الشوط الثاني من خلال التغييرات اللي عملها اللي اثرت فعلا على النتيجة وخرجت بفوز الفيصل. جميل. بس تعليق على دائما ترى المدربين زي مباراة هذه الفيصلي متاهل تحصل حاصل، في اوقات كباتنا انه بعض المدربين يبغوا يعطي اللاعبين نفس المباريات اللي ما شاركوا عشان يكونوا عند اللاعبين كلهم بنفس المستوى، فيعطيهم فرصه يلعبون عشان يكونوا اللاعبين كلهم بنفس الرتم. فهذه تعتبر مباراه لها مهمه وتعطي ثقه للاعبين، الفوز يجيب فوز دائما. صحيح. اكيد. شوف كابتن، احنا اليوم شهدنا تبديل خط وسط كامل، يعني انت دائما رمانه الفريق هو خط الوسط، لما بدل اليوم خط وسط كامل مع ذلك، وحتى بخط الدفاع اشرك لاعب شاب، مع ذلك الفريق يعني متماسك. ده حصل النهاردة في الفريقين، في الوحدة كان مغير والفيصلي كان مغير بالضبط. الشوط الأولاني الوحدة تأثر إيجابيا بالتغييرات، لكن الفيصلي تأثر سلبيا في الشوط الأول. نعم. التغييرات اللي عملها نيبوشا هي اللي أثرت على تحسن الأداء في الشوط الثاني. نعم. نقول مبروك تأهل الأهلي. الله يبارك فيك. بالتوفيق ان شاء الله للاهلي جميع الفرق. الاهلي قتل اليوم حلم الفريق الجزائري حسين داي. مش الفريق الجزائري بس، الاهلي قتل حلم حوالي 3 فرق كان طموحهم ان هم يتاهلوا. لانه التعادل النهارده كان يدي فرصه للهلال ان هو ممكن يتاهل، كان مدي فرصه للعهد اللبناني ان هو ممكن برضو لسه بكره في مباراته مع الفتح الرباطي، يعني كان مدي فرصه ان الفريق اللي هيصعد ثاني ممكن يبقى من مجموعه تانية غير مجموعه الاهلي اللي هي المجموعه الاولى. الاهلي النهارده يعني لعب بروح قتاليه المعهوده منه. الاهلي كلنا عارفين هنا كمصريين ان الاهلي بيقاتل ويلعب حتى النفس الاخير او الرمق الاخير من المباراه، وده اللي حصل النهارده. حصل اليوم مباراه كانت قويه بصراحه وفيها شد المباراه شهدناها كانها نهائي مبكر. وانا هني الفريق الجزائري، يعني ودائما الفريق الجزائري عندها يعني قتال في المباريات بصراحه، حماس قوي ولا يحب يخسر. في ناس بتقول ما في احد يحب يخسر، لا هم فعلا ما يحبوا يخسروا. دايما المواجهات ما بين الفرق المصريه ومواجهات فرق الشمال افريقيا اللي هي المغرب او الجزائر او تونس بتشوف فيها الحماس والروح القتاليه دي. حتى بعد المباراه الحكم الله يعينه ربنا يكون معاه. صالح، بغض النظر عن موضوع المباراه وحماسها، النادي الاهلي دائما يعني معروف ان قوته في وسط ملعبه. المباراة الأولى اللي ما شارك فيها وسط الملعب الأهلي ضايع، ترى لا دفاع عند الأهلي ولا هجوم، وسطهم هو حسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد، ويعني فريقهم في وسط الملعب. لا بس صالح اسمه حسام عاشور وعبد الله السعيد دول راحوا اللي شارك. أنا أتكلم إنه في المباراة العادية في أفريقيا. مظبوط. هذا ثقلهم في وسط الملعب. لهم تأثير كبير. طيب شوف، المباراة الأولى ما كان سيء الأهلي، لعب حسام غالي، المباراة الثانية تغير الأهلي بكلية. بالضبط. صار اللاعب قاتل، لعب عمره 35 سنة، فرق كثير مع الأهلي في الحماس والقتالية. خد رجل المباراة. والنهاردة برضه خد رجل المباراة حسام غالي. تنظيم اللعب في النصر يعني. حبيبي أنا أحتاج. برضه يعني ما ننسى عماد متعب اليوم صراحة عمل باص في الهدف الأخير في آخر الدقائق، يعني دائما الدقائق الأخيرة وشد الأعصاب يكون لاعب مرتب ويبغى يشوت الكورة يسجل بأي طريقة، هو لا داخل منطقة الجزاء أعطى تمريرة بشكل احترافي. هذه الخبرة تحتاجها في الأوقات هذا، إذا قالك لاعب خبرة، الخبرة تحتاجها في الوقت هذا، في وقت الحسم. صحيح. اللاعب يطلع خبرته في هالوقت. نعم. بس انه دليل على الروح القتاليه وان الاهلي بيلعب لحد النفس الاخير. سنه 2004 ودي ممكن ما حدش متذكرها، سنه 2004 في نفس البطوله، بطوله الانديه العربيه، كان الاهلي بيلعب ضمن مجموعه بتضم الترجي والاسماعيلي ونصر حسين داي، وكان الاهلي بيلعب مع نصر حسين داي في الجزائر وكان محتاج للفوز عشان يتاهل، والاهلي فاز في الدقيقه 92 بهدف اسامه حسني.
يعني نفس سيناريو المباراة اللي حصلت النهاردة بس ده كان في الجزائر. نعم. النهاردة المباراة في مصر. نعم. أتمنى من الزملاء يعيدون الشريحة الخاصة بالفرق المتأهلة، هل هي كان متوقع تأهلها ولا لا؟ عندنا يعني في عدد من الفرق المتأهلة رسميا حتى الآن الفيصل الأردني والأهلي المصري والترجي التونسي ماجد، يعني الفرق هذه فعلا استحقت التأهل. يعني الفيصل الأردني واضح أنه عمل لدرجة أنه المباراة اللي لعبت اليوم هي تحصيل حاصل بالنسبة للتأهل. الأهلي المصري في قتال كان على المباراة اليوم عادي للبطولة، والجميع كان ينتظر أنه يعود البطولة لإعادة نفس الجماهير البطولة بحكم أنه الزمالك أعتقد خلاص خلاص خرج من البطولة. الترجي التونسي ماجد، الترجي التونسي أنا بالنسبة لي كمتابعة أنا شفته أفضل فريق في البطولة لغاية الآن، ترجي التونسي والفتح الرباطي من أفضل فرق البطولة. بالإضافة طبعا إلى أولمبي الهلال. أولمبي الهلال يعني شفناه بيقدم مستويات مميزة رغم أنه منقص من العديد من اللاعبين الأساسية. الآن بالنسبة للنادي الفيصلي يعني الجميع تفاجأ في المباراة الأولى التغلب على النادي الأهلي المصري، وحتى بالمباراة الثانية أنه النادي الفيصلي تفوق على النادي الجزائري. إحنا تحدثنا مع بعض الإعلاميين أو في المؤتمرات الصحفية إنه النادي الفيصلي قادم للمشاركة وليس عفوا للمنافسة وليس للمشاركة. نعم. الجميع ظن إنه الفيصلي سيكون الحلقة الأضعف في المجموعة. هذا سؤال مهم، أنت قادم للمنافسة للمشاركة لإعداد الفريق، يعني هذا سؤال طبعا نطرحه إذا في وقت معنا في يعني على نهاية البرنامج إذا حصل الوقت، بس إذا تسمحوا لي يعني إحنا خلاص نقفل الموضوع لأنه فيه الزملاء وهنه في عدد من المحاور في البرنامج. متابعين الكرام، الزميل معن القوعي أجرى لقاء مع مدير الفريق الأولمبي سعد المنصور كشف فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بأولمبي الهلال، نشاهد. سعد المنصور مدير الفريق الأولمبي، أول شيء نقول لك هارد لك ولا نقول لك مبروك؟ لا هارد لك، ما زال لدينا الكثير. أبناء الهلال يعون المسؤولية تماما، الجميع ساعدنا على أن نخرج بهذا المستوى، الكل كان ينظر لشباب الهلال بنظرة فيها من الرحمة والشفقة، ماذا ستفعلون أمام هذه الفرق الأفريقية وهذا الفريق العراقي، لكن بالطبع هم يجهلون هذا الشعار وقوة هذا الشعار ومسؤولية لاعب الهلال عندما تضع على عاتقهم هذا جزء بسيط مما سنقدمه في المباراة القادمة إن شاء الله. اليوم هارد لك على التعادل، كان بالإمكان أفضل مما كان لكن الأمتار الأخيرة ما أسعفتنا، لكن الحمد لله على كل حال. الجميع كان متخوف من مشاركة الهلال في هذه البطولة بحكم صغر السن، اليوم أثبتوا العكس. أخوي معن، إحنا استبشرنا خير عندما أعلنت إدارة الأمير نواف بن سعد مشاركة الهلال باء في هذه البطولة. كان لدينا الإصرار والحماس لتقديم كل ما يرضي عشاق الهلال. نعم لدينا كثير من المواهب الجميع لا يعلمها، اليوم أثبتت قاعدة الهلال أنها قاعدة ولادة، هناك نجوم قادمون، هذا جزء من 30 لاعب متواجدين معنا، اليوم شاهدتم تقريبا 14 لاعب يجوز 16 لاعب لا يقلون كفاءة عن هؤلاء الموجودين. شكرا زميل النشط مع القوعي مراسلنا في الإسكندرية، حديثنا عن الهلال بما أنه كان هذا التقرير عن سعد المنصور مدير الأولمبي في الهلال. محسن، كيف شفت الهلال المستويات اللي قدمها؟ هي مباراتين تعادل ولكن عشاق وجماهير الهلال يبدو أنهم راضين عن ما يقدم الهلال. والله شوف أبو سلطان، خلنا نتكلم بكل واقعية، يعني أنا اللي كنت يعني طبعا الأولمبي الهلال ما يلام لاعبين مع فرق أكبر منهم، لكن اللي كنت أشوفه أن المفروض الهلال يشارك باللعب بالفريق الأول. أول شيء يعني بطولة يعني فيها 10 مليون ريال، فيها مباريات ودية، يعني فيها بدل ما تلعب مباراة ودية تدفع عليها فلوس، هذه مباراة مأمنة لك. صحيح. وتأخذ فلوس والسكن مجانا ويحتفلون فيك وكل شيء موفر لك، وغير الجائزة الكبرى كل مباراة تأخذ عليها مبلغ، تأخذ مجرد مشاركة تأخذ عليها 100,000 دولار بس المشاركة. فهم خسروا هالشيء وكان في احتكاك قوي يجهز لك للدوري، فيعني يمكن لهم وجهة نظر ما ماني قريب من البيت الهلال، لكن هذا الفريق الأولمبي يعني تجربة لهم طيبة، اللاعبين احتكوا في فرق كبر منهم بالمستوى الفني والعمري، يعني بس احنا في السعودية معروف عندنا البطولات الأولمبية على مستوى الأولمبي سيئة جدا.
يعني الأولمبي الهلال ما عندهم بطولات اللي على مستوى مهم يعني، ممكن الشباب والناشئين افضل بطولاتهم. تابعت مباراه الهلال اللي راحت؟ شفت بعض المباريات. نعم. يعني في لاعبين تحس انه يعني من خلال مشاهدتك او ما سمعت؟ والله في لاعب الوسط رقم 18 والله ما ادري، بس يشبه بستايل سلمان الفرج شويه. يعني الولد لعب بس ما ادري والله شو اسمه، ما اعرفه. طيب من الزملاء بيذكرونه باسمه الان. ماجد، لما نتكلم عن الهلال السعودي ومشارك بالاولمبي الخط الثاني كاملا في نادي الهلال، كيف تشوف المستويات اللي قدمها الأولمبي؟ والله بالبداية نادي الهلال طبعا معروف عنه نادي كبير بالسعودية وحتى على مستوى الوطن العربي. قرار إشراكه بالصف الثاني أو الفريق الأولمبي بوجهة نظري كان قرار خاطئ، لأنه لو الهلال شارك بالفريق الأول ممكن يحصد البطولة بسهولة بناء على المستويات الأندية اللي نشوفها. سهولة يعني انت ما ادري؟ لا هسه شوف، خلينا شوي الحين دقيق بناء على مستوى الهلال الموسم الماضي وبناء على مستويات الاندية الموجودة حاليا الهلال بيقدر يوصل لأدوار النهائي وممكن يتوج في البطولة. لكن احتكاك الهلال حاليا زي ما تفضل الكابتن احتكاك جيد للاعبين صغار في السن، بدهم خبرة، بدهم احتكاكات قوية، لعب مع اندية كبيرة مفيد لهم يعني. طبعا، ولكن هل هذه الاحتكاكات هذه الخبرة كيف الفريق راح يقدر يستغلها؟ اللاعب إذا احتك كل ما زادت احتكاكه في المباريات كل ما زادت خبرته كل ما تطور مستواه. هل نادي الهلال اللي راح يلعب اللاعبين الشباب فقط هذه البطولة الموسم الجاي يعتمد على اللاعب الجاهز وما منشوف هاي الأسماء بالفريق الأول؟ إذا نوعا ما على الفاضي. اما اذا شفنا اللاعبين بردوا بيحتكوا في بعض المباريات الدوري السعودي وبعض المواجهات، نعم، اضافه كبيره. بالنسبه للاعبين الاولمبي ما في احد منهم راح يكون موجود في الفريق الاول، كل فريق جاهز، ويعني من خلال الاسماء اللي موجوده وفتح الاجنبي السادس اعتقد انه راح يقفل على لاعبي الاولمبي دائما الا في حال انه يكون سنه مناسب للحدث. ماجد، عفوا وليد، انا مختلف مع الراي بتاع الكابتن وكابتن وماجد، لانه انا وجهه نظري ان شايف ان اولا توقيت البطوله صعب على كل الفرق اللي شاركت، يعني شاركت وادت ولعبت، لكن كله كان معترض على توقيت البطوله، لان توقيت البطوله بيجي في بعض الدول قبل. مين المعترض بالتحديد؟ في فرق كتير. اعتقد فرق الخليجيه ما عندها مشكله انها الان الموسم بيبدا بعد فريق الترجي التونسي. الترجي التونسي اعترض على توقيت البطوله، وشفنا فوز البزيرتي في المؤتمرات الصحفيه قال ده. النادي الاهلي نفسه مشارك في البطوله قبل الانديه دي ستلعب الثانيه قبل تقريبا البطوله ما تبدا باقل من شهر يعني. لكن اللي انا عايز اقوله، انت دلوقتي قلت ان البطوله قيمه الجوائز بتاعتها 10 مليون ريال تقريبا. النادي الهلال 10 مليون ريال للمركز الاول. للمركز الاول نادي الهلال ممكن بدون ما يفوز باللقب ممكن يستحوذ على المبلغ ده من خلال انه كسب 2 لعيبه بس في الملعب ظهروا بمستوى جيد. لو الفريق الصف الاول او الفريق الاساسي كامل زي ما انت قلت وهم مش عايزين حد من الفريق الاولمبي، انا ممكن استثمر في اللعيبه بتوع الفريق الاولمبي دول واخد يعني احصل من وراهم مبالغ. فانا شايف ان التجربه دي، انا شايف كمان ان النادي الاهلي لو البطوله مش في مصر كان يكرر نفس التجربه اللي عملها الهلال، كان هيخرج بفريق صف تاني، مش ما كانش هيخرج بنفس الفريق اللي بيلعب دلوقتي. بس في النهايه بينكتب في التاريخ انه لاعب الاهلي، ما يكتب الاهلي الاولمبي ولا الهلال الاولمبي. مظبوط يعني التاريخ، ما نقدرش نختلف في دي. مظبوط التاريخ سجل، انت تلعب باسم ناديك وتلعب المشاركة، وده يأكد إن الهلال جاي مش جاي عشان لقب، الهلال جاي يبني فريق. صحيح، بس هو دي النقطة اللي أعطاها الفرصة للأولمبي يعني من خلالها البطولة. في لاعب معين يعني أنت لفت انتباهك في نادي الهلال؟ اللاعب اللي شاط الفاول اللي دخل منه الهدف الثاني، عبد الله القحطاني. عبد الكريم القحطاني، انا شايفه لاعب مميز، هدف جميل ولا طبعا. احنا في فقره مجهزين عن اجمل الاهداف في البطوله يعني. طبعا هذا عبد الكريم القحطاني لعب في الرائد اعاره سنه ورجع للهلال الحين. انا اشوف ان اعارته مره ثانيه لنادي ثاني يستفيدون منه احسن، لان الهلال
عنده نجوم في وسط الملعب كثير. ده اللي كنت لسه بقوله. واشتروا لاعبين الحين كانوا كذا لاعب جابوه في وسط الملعب. ده اللي كنت لسه بقوله ان انت المباريات دي هتسوق اللعيبه اللي عندك. انت لو مش محتاج تستعين بيها في الفريق الاول فانت بتسوقهم دلوقتي من خلال المباريات يعني دي عشان هيطلع منهم اعاره وهيطلع منهم يعني. عنده كان مجيد الرويلي لاعب التعاون العام، لاعب ممتاز كان مع التعاون ولاعب كان نجم. جاء الهلال ما اخذ فرصه، ما اخذ فرصه كامله لان عنده نجوم. فالحين يلعب في نادي الفيحاء، انتقل نادي الفيحاء. ماجد افضل لاعب في الهلال او لاعب مميز؟ والله الهلال ما تابعتهم بشكل دقيق يعني، ولكن زي ما تفضل الكابتن عبد الكريم القحطاني يعني شفته نوعا ما مميز. نعم عبد الكريم ما شاء الله يعني كانت له تجربة احترافية داخل السعودية مع نادي الرائد، وهو كان يعني برضو لعب في الفريق الأول في الهلال، فيمكن هو كابتن الفريق برضو، فيمكن عمره برضو خبرته وخدمته مع أنه يكون مميز. متابعين الكرام، زملاء جهزونا فقرة خاصة بأجمل أهداف البطولة حتى الآن، نشاهد. لسه ما كملت كلامي وأنا أقول 11 هدف. شكرا للزملاء على هذه اللقطات، الأهداف الجميلة في البطولة. الحديث لضيوفنا كابتن محسن، يمكن هي جانب فني جميل من البطولة، فالأهداف كان يعني فيها جمالية بعضها. هي بكل تأكيد دائما هو أصلا متعة الكرة الأهداف الجميلة، وفي بعض حتى اللاعبين يمكن تلقاه يكون شوي أناني عشان يسجل جول حلو وقد تضيع، بس أنا أشوف جول عبد الكريم في الكرة الثابتة هو الأجمل. هو الأجمل ماجد صراحة. أغلب الأجمال أغلب الأهداف جميلة، لكن هدف عبد الكريم وفي هدف شيكابالا كمان جميل. هدف شيكابالا أنا شايف إن هدف شيكابالا هو الأفضل يعني. طبعا عادي يعني هي ممكن تقول هدف عبد الكريم جميل، معنى المشكلة ده. لا طبعا هدف عبد الكريم القحطاني كمان جميل. جميل حلو. فنية لو نتكلم عن المستوى الفني في البطولة، في 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 لمسات فنية وليد كان يعني أنت تحسها كانت موجودة في البطولة، أم إنه الموضوع مجرد هي تجارب للفرق؟ شوف هي البطولة جت يعني على غير المتوقع، المستوى الفني للفرق جت على غير ما احنا كنا متوقعين او متخيلين يعني. ظهر نتمنى المخرجين يعطينا لقطات الاهداف او المباريات، تفضلوا. ظهر عدد من الفرق بشكل جيد ما كناش متخيلين، احنا كمصريين ما كناش متوقعين ان فريق الفيصلي الاردني يظهر بالمستوى الجيد اللي ظهر عليه ده. دي رقم واحد. رقم اتنين فريق العهد اللبناني قدم مستوى جيد، وانا شايف ان المدير الفني للعهد اللبناني اللي هو موسى حجيج من افضل المدربين اللي موجودين في البطوله.
كمان فريق النفط العراقي ظهر برضو بمستوى جيد. طبعا الى جانب الفريق الاولمبي الهلالي ده انا شايفه برضو ادى بمستوى جيد جدا. ويعني قريت او سمعت في المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق ان هو مش عايز يضغط على لعيبته ويطلب منهم اكتر من طاقتهم لان هم لسه لاعبين ما عندهمش الخبرة اللي يقدر يطلب منهم ان هم يفوزوا او ان هم يحققوا الهدف اللي هو الفوز التأهل والفوز باللقب. فهو يعني ما حبش ان هو يحمل عليهم اكتر من اللازم لان هم لسه السن صغير. كمان برضو في فريق طبعا الفتح الرباطي المغربي ظهر بمستوى جيد جدا 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 يمكن من افضل الفرق. وانا توقعي انه الاهلي والترجي والفيصلي والفتح الرباطي ده هيكون المربع الذهبي للبطولة وهتكون مباريات جدا ساخنة هتخلي البطولة فعلا تسخن اكتر واكتر. انا شايف برضو من وجهة نظري البطولة بدأت فعلا بشكل فعلي من النهاردة من مباراة الاهلي والنصر حسين داي الجزائري. طيب كابتن محسن طبعا نفس بعرج على نفس الكلام اللي الفرق اللي كانت جايه بسمعتها واسماءها خذلت جمهورها يعني مثل النصر الزمالك برضو الاهلي الهلال ما شارك بالفريق الاول. طبعا الناس مفكرين انه الفرق بتكون جاهزه اكثر اللاعبين يعني جو اوزان زايده شويه لياقيا تعبانين شويه ما مداهم كابتن يعني شهر الاجازه ولا لا والله في بعض يعني ما يمدير واحد يعني وزن يكون يرتاح نفسيا بدنيا بدات الموسم بدا المعسكر بدا هذه مشكله صار عند اللاعبين العرب كلهم مش اللاعب السعودي. اللاعب العربي تكون راحته سلبيه جدا يعني في اللعيبه الاجانب يكون مثلا محافظ على الفورمه حقته يلعب طايره يلعب تنس يلعب يسبح يعني ما لا لعيبه اللاعب العرب اجازه فهذه تكون سلبيه وتكون برد عكسي لما يرجع يسوي الاعداد من جديد. زي ما قلنا الفرق اللي جت باسماءها قبلها كانت سيئه في البطوله ما كان العطاء على قد الاسماء. نعم خلينا اقول لك صالح على مستوى الفرق في البطوله من وجهة نظري الفرق المغربية المغرب العربي فرق جاهزة فرق يعني لو تشوف بحس الترفيه معليش يعني يمكن المشاهدين مو بعرفين بعض المعلومات في عن البطولة متوقعين انه نفسنا احنا هذه استعداد وبداية وما بدا الموسم الاندية مثل الاندية في مصر وفي المغرب هي بادية من شهر واكثر من شهر وعندهم بطولة مشاركة في بطولة افريقية فهم جاهزين. انا لا اتكلم ما في مشكلة انا لا اتكلم على طريقة اللعب ونوعية اللعب يعني اللعيبة متشربين الطريقة حقتهم تشوف البرسنج اللي يسوونه الضغط اللي في وسط الملعب فريق الفتح الرباط المغربي او قاعدين يلعبون تكتيك ممتاز يطلعون كرة مع بعض في رقم 30 ورقم 11 في فريق الفتح الرباط المغربي من اميز اللاعبين عندهم يعني السيستم في اللعب كمجموعة مرة ممتاز. هذا انا اقصد طريقة اللعب ممكن اللياقة لسه في بدايتها لكن طيب خليني اسالك بالتحديد عن النصر ايش اللي صاير في النصر؟ يعني ما كانوا راضين الجماهير في المباراة الأولى، المباراة الثانية أربعة كانت مو بقاسية يعني مزلزلة للنصر. إيه صحيح، لا شوف النصر فيه أشياء زينة وأشياء يعني سيئة. عطنا الزينة عشان نتفاعل. بعطيك الزينة إنه وصلوا اللعيبة الأجانب أغلبهم يعني استعد من بدري يعني. اللاعبين أغلبهم جاهزين مش ما في إصابات قوية زي العام. في اشياء مره كويسه، الشيء السيء ان اللاعبين يعني المستوى سيء، الخطوط متباعده، الفريق مفكك يعني مش ما يلعبون كمنظومه واحده. فقدوا القائد في وسط الملعب، في وسط الفريق كله مش في وسط الملعب، النصر يحتاج لاعب قائد لما يخسر بواحد ما تنتهي المباراه، يرجع مره ثانيه. بدليل بعطيك مثال على النادي الاهلي المصري. لما يتسجل فيهم جول يرجعون مره ثانيه يعدلون يفوزون مثلا. لما لعب معهم حسام غالي فرق معهم في النفسيه والحماس، لما تشوف لاعب عمره 35 سنه يسوي سلايتنج لاعب صغير يتحمس يسوي زيه صح ولا لا؟ صح. فالنصر فقد القائد اللي في وسط الملعب اللاعب الكبير. النصر يحتاج محور يربط بين الخطوط الثلاثه. عارف المحور اللي يعني يرتب اللعب والمحور الهجومي في محور مميزين يعني ابراهيم غالب والجبرين اعتقد شوف ابراهيم غالب والجبرين
يعني انا اشوفهم لعيبه راجعين من اصابات لسه ما اكتملت عافيتهم يعني العافيه اللي كنا غالب اي مو بيصاب غالب الموسم الماضي موجود ما ابراهيم ما رجع لابراهيم اللي قبل اي قل ما رجع لو طيب كان بيرجع ابراهيم ابراهيم اللي يلعب الكره الطويله ابراهيم اللي قطع الكره بسلاسه بدون مشاكل ابراهيم اللي ما يخطف باصاته ابراهيم اللي ذهنه دائما في الملعب عبد العزيز جبريل ما يلام كثير ما شارك بعد الاصابه مع فاحنا نفقد اللاعب اللي يربط في وسط الملعب بين الخطوط ويرتب اللعب يرتب اللعب لما الفريق يهتز لازم لاعب يرجعهم يدخلهم مود المباراه يعني شوف هذا الموضوع لازم يعني يتصلح في النصر عشان يعني والزين في البطوله يا ابو سلطان دائما ممكن ما تكسب ال10 مليون او ما تفوز بالبطوله شيء عادي بس الشيء الكويس ان البطوله هذه تكشف لك النصر قبل الدوري في اخطاء لازم تتعدل اخذ النصر البطوله وفاز والاخطاء ما راح تبين بس مع الخساره ومع المشاكل تبين لك الاخطاء قبل ما تدخل الدوري عشان تعدلها صح ولا لا مزبوط فالحين النصر عنده فرصه شاف الاخطاء وشاف وش محتاجين فلازم يعدلون هالامور في الفريق كابتن الاجانب اللي تواجدوا الان جميع اجانب النصر متواجدين الاجانب اللي عليهم الكلام ليناردو جيبور وليكرو موجودين في باقي لاعب اتوقع او لاعبين يعني لسه ما خلصوا معهم يعني طيب اللي تواجدوا الان المدافع معروف اللي عند برونو جاهز ومن العام بس انه يعني يحتاج ليقين شوي نفس مباريات يدخل معه شوي وكمان نفس الحكايه الكرو ما عنده نفس مباريات ولا اللياقه جبور الوحيد اللي ممكن مع ليناردو هم اللي جاهزين بس زي ما قلت لك البطوله هذه تعد لك الفريق للدوري تبين بما انك قلت البطوله تعد الفريق للدوري والاخطاء يعني هي لا تحسب على الاداره ولا تحسب على اللاعبين مباراتين والدنيا قامت في السوشيال ميديا وقامت في الاخبار وفي الصحافه القساوه كانت ثقيله على اداره النصر ولا انت مع هالجانب هذا او انه بدري الناس تحكم وتتكلم في بهذه القسوه يعني شوف طبعا الجمهور بشكل عام يحب الفريق دائما يفوز حتى لو يعني احنا في حتى يا صالح انا طبعا لاعب كرة وعشت التجربة خليك من الجمهور لما نتكلم عن الاعلام او اسماء اعلامية او صحف معروفة هي اللي تتحدث بهذا الاسلوب لازم هم يكتبون هذه شغلتهم يا صالح لازم يكتب انه يعني فريق كان سيء الفريق النصر صارت كارثة انهزم برضه شيء عادي يعني شيء عادي هذا الفرق العالميه تخسر حتى مباراه وديه في حتى في البطولات الاستعداديه عادي يتقبل يعني انت تشتغل ما عليك من الناس انت لما معهم انت ولا لا انا عادي يعني اللي يبغى يكتب هذا شغلته يكتب لا اللي انا ما اتكلم عن اللي يكتب محسن انا اتكلم عنه صح الشيء هذا انه هذا ثاني مباراه هي استعداد للموسم مدرب جديد لاعبين اجانب جدد في استقطابات برضو داخليه في لاعبين عادي من اصابات والناس قاسيه على النصر والله شوف اذا كانت تتكلم على الجمهور من حقه يتكلم ويعاتب يعني لما تخسر انت لو تتكلم عن محسن الحارثي راي محسن انا من رايي انا بالنسبه لي صراحه انا عادي لو شف يعني ممكن الخساره باهداف كثيره هذا تزعل يعني لان الواحد يكون لما تخسر بجول جولين تقول يعني سهله ممكن يعني مو بدري الحكم على هذا لا مو عشان كذا ابو سلطان بقول لك حاجه يعني انا ما احب اللاعب لما يخطف جول يخرب كل شيء بعده فهمت يعني ممكن تخطف جول تعدل تصير نجم المباراة انت يعني مو ما تخرب المباراة فهمت عمرها ساوي يعني على ما لا ما اتكلم على احد انا معين انا اتكلم دائما على الفريق لازم في واحد يرجع الفريق للمباراة انت احنا كنا على وقتنا مثلا كان في اوقات يجي فينا جول نرجع نسجل كان اوهين كينيدي وكان ماجد وكان نرجع نسجل وندخل جو المباراة مرة ثانية النصر عنده مشكلة انه سجل في جول انتهت المباراة بالنسبة له هذه عقده يعني لا مش عقده او انه يعني من الموسم الماضي انت شفتها في النصر تحتاج اللاعب اللي يشيل الفريق بعد ما يتسجل فيه جول يرجع الفريق مره ثانيه ويلعب ويفوز طيب متابعينا الكرام معنا زميل خالد الجبر من احد المواقع في القاهره على ما يجهز خالد نرجع نتكلم عن الخالد طبعا متواجد في احد المواقع لياخذ اراء الجماهير على ما يجهز ان شاء الله نرجع له مرة ثانية لكن خلونا نطلع التقرير آخر واستطلاع عدوا لنا الزملاء نشاهد ثم نعود البطولة العربية دلوقتي شارك فيها 12 فريق عربي
هي اكيد يعني لو بصيناها ككوره بس يعني اكيد يعني فتره اعداد كويسه جدا للموسم الجديد بالنسبه للفرق كلها. احنا بنشوف مثلا ريال مدريد برشلونه يعني بيعملوا دوره وديه في امريكا كاس الابطال الدوليه كده، فده طبعا مستويات العربيه متقاربه اصلا كمستوى كوره، فده هيدي تنافسيه عاليه. يعني هو يعتبر مستوى كويس، وفي نفس الوقت ان هو بندفع بالناشئين عشان زي ما عملنا شباب واجيال حلوه من الناس الكبيره زي الخطيب ومصطفى عبده وشطه ومحمد عباس والناس الجميله اللي امتعتنا، برضو عايزين شباب يبقى يعني شباب صغير اللي بيها يطلع برضو ويوصل نفس درجات القامات الناس الكبيرة اللي هي سبتنا ومشيت واعتزلت. يعني هو المفروض عشان تبقى البطولة قوية الفرقة يعني تلعب بالفريق الأول تبقى حضرتك، لكن طبعا دي فترة إعداد كويسة، وبالنسبة لنا احنا في مصر طبعا طول فترة الدوري وكده كان موسم طويل، فمريحين الصف الأول في الفرق وبنلعب بالصف الثاني، فهي كويسه ومش كويسه. مش كويسه على اساس ان احنا كنا نفسنا ننافس على البطوله، خدت بالك، وكويسه ان احنا بنأهل المستوى الثاني في الفريق ان هو يعمل يعني فتره اعداد كويسه. الفريق الثاني هو كويس اللي هو نزله، بس ما كانش ينفع في اول ماتش، يعني اول ماتش في البطوله ما كانش ينفع اللي هو ينزله فيه، لان انت كان المفروض في اول ماتش في البطوله ده اللي انت تجمع نقط اعلى، يعني انت تنزل الفرق الاساسيه الاول الفريق الاول نزله عشان يعمل يعني نظام يعمل بونت اعلى من الفريق الثاني. فانا من رايي هي ظاهره كويسه جدا، صحيه كمان للكره المصريه. والله البطوله العربيه حلوه يعني، بس انا كنت ابي يطلعون بالفريق الاولاني احسن من كده، بس لازم يطلعون بالبطوله الاولانيه احسن بالفرق الاولى مش بالفرق الثانيه، فالبطولة أحسن لو طلعوا بالبطولة الأولانية أحسن بالفرق الأول فرق. اهلا بكم متابعينا الكرام، الترحيب بضيوفنا من جديد الكابتن محسن الحارثي، حياك الله كابتن، وايضا ماجد عبابنا الاعلامي الرياضي، ووليد عبد السلام، حياكم الله. كابتن، كان التقرير او الاستطلاع اللي قبل شوي يتكلم عن المشاركه في الصف الثاني للانديه في البطوله العربيه، هي جانبين يمكن، يعني البعض يرى انه اعطاء فرصه للاعبين الصف الثاني سواء اولمبي او غيره، والاستفادة من اللاعبين في الخبرة، والجانب الآخر أنه هو يكون إضعاف للبطولة. والله شيء بكل تأكيد، يعني لما أنت تجي يا أخي، احنا مشكلتنا العرب دائما ما نتفق على موضوع، يعني هذه بطولة مفروض ينجحونها، والجوائز أكثر من جوائز الاتحاد الآسيوي، يعني بطولة حلوة بس ممكن الأشياء اللي أفضل من الاتحاد الأوروبي وجوائز برضو أعلى من دوري عبد اللطيف جميل وأعلى ممكن من دوري أبطال أفريقيا كمان، صحيح ممكن إذا في أخطاء على التوقيت تتعدل بعدين، بس إنه المفروض يعني الناس تنجح البطولة، يعني الناس اللي كان شاركت اللي عطت الموافقة في الأول إنها بتشارك بالأول يعني يلتزمون يعني في الموضوع ذا، فكان خطأ منهم صراحة، بس أتوقع إنه في تعديلات على قوانين وعلى اشياء في الاتحاد. وتعتقد انه فيه هو فعلا ضعف البطوله المشاركه في ال اي اكيد، يعني مش ضعف، يعني انت يعني اتفقت على شيء بعدين تخلف وترسل الاولمبي، انت متفق على الاول، لو انت معلم من اول انك بتشارك بالاولمبي كان ما وافقوا لك. نعم. ماجد، اول شيء طبعا البطوله العربيه يعني زي ما تفضل الكابتن هي لم للانديه العربيه وحتى الجماهير العربيه، شفنا في جماهير كثير بتحضر وقطعت مسافات كبيرة من دول إلى مصر الشقيقة لا تحضر وتساند فرقها. مشاركة بالصف الثاني أو الفريق الأولمبي بفقد المتعة، يعني إحنا لما نشوف الهلال أو النصر بكامل نجومه نشوف كرة ممتعة، نشوف أداء مميز، المقابل لما تشوف أنت في الهلال بيلعب بكامل نجومه والفريق الخصم بده يقابل الهلال بكامل نجومه او النصر بكامل نجومه او حتى الاهلي المصري بكامل نجومه بيكون ند قوي، فهذا الاشي بيعطيه متعه وحماس حتى للفريق المنافس، مش شرط يعني لنفس الفريق، فهي فقدت المتعه بالدرجه الاولى. بالدرجه الثانيه يعني لو شفنا الفرق بالصف الاول شفنا حماس اكثر وندي ومنافسة أكثر. نعم وليد، كان ممكن يكون شكل البطولة مختلف لو الأندية شاركت بنجومها؟
الفريق الأول؟ شوف في البداية احنا لازم نشكر طبعا الأمير ترك على عودة البطولة. البطولة العربية بطولة متوقفة من 2013، عودتها صحيح. بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير جدا. صحيح. دي رقم واحد. رقم اتنين، التوقيت الحالي احنا كلنا كعرب أشقاء محتاجين التكاتف والتعاون والاتحاد في التوقيت الحالي بالذات، محتاجين ان احنا نكون كلنا برأي واحد، محتاجين ان احنا نكون كلنا ايد واحدة، محتاجين ان احنا كلنا نتجمع في مكان واحد. يا سلام لو كل ده ابتدى من الرياضة او من كرة القدم. يا كرة القدم دي اللي هي صالحة شعوب كتير مختلفين. صحيح. سياسيا. فيا سلام لو ده هو كان البداية او هي دي النبتة اللي رجعت الوطن العربي كله كما كان من زمان، او زي ما احنا بنتخيل يعني. دي رقم اتنين. اما بالنسبة لمشاركة الفرق بالفريق الصف الثاني او بالصف الاول، بالتأكيد لو حسبناها تسويقيا محتاجين طبعا مفيش نقاش ولا جدال ان لازم يكون الفرق مشاركة بكامل نجومها عشان طبعا تقدر الجماهير تحضر، الجماهير تتابع، حتى لو جماهير مش متابعة عن طريق التواجد في الملاعب والمدرجات هتتابع عن طريق شاشات التلفزيون في كل أنحاء الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم. أما لو حسبناها الاستفادة والتوقيت، فأنا شايف أن أفضل حل للبطولة اللي هي بظروفها الحالية كان القائمة كل فريق لو 23 لاعب يبقى 15 لاعب من النجوم الأساسيين و8 لاعبين من الصف الثاني، أقدر أن أنا كمدرب أدعم بيهم على أساس أن أنا أريح بعض اللاعبين من لاعبي الصف الأول، وبرضه هيبقى عندي لاعبي الصف الأول وقت الحاجة أن أنا أقدر أن أنا أضمهم وألعب بيهم، وأقدر لو الظروف حطتني ان انا بلعب مثلا قبل نهائي او نهائي او بلعب على اللقب البطولة اقدر استعين بيهم واقدر العب بالفولتي. جميل. محسن، بما انه جاب طاري الاتحاد العربي والامير تركي بن خالد الله يعطيه العافية، فعلا لك نقطة مهمة، اعادة البطولة العربية مهم جدا بكل تأكيد. الامير تركي اعتقد اللي قدمه خصوصا الدعم، لما نتكلم عن الدعم المادي كان له دور كبير الامير تركي فيها في هذا الجانب. صحيح بكل تأكيد. طبعا الأمير تركي بن خالد بذل مجهود كبير سواء مع في العلاقات الحكومية أو في الدعم المادي أو في تجميع الأندية والموافقات التنظيم، يعني عمل أنا يعني شاهد على هالموضوع بشكل غير طبيعي. يستاهل كلمة شكر على المجهودات اللي قاموا فيها. الدور الباقي على الأندية أنها تتساعد وتتفاعل وانها تلتزم، وان في امور ثانيه ان شاء الله حتتعدل مع الوقت يعني. الايام الجايه انا برجع لك واتكلم عن ذكرياتك انت في البطوله العربيه، انت لك مشاركات صح؟ اي لا شاركت ثلاث مرات. بنرجع ان شاء الله نتكلم عنها بعد فاصل. لكن المتابعين الكرام، في ربط مباشر مع الزميل خالد الجبر متواجد في احد الاماكن في القاهره، ولقاءاته مع العديد من الجماهير الرياضية المصرية بالتحديد، والحديث أعتقد أنه خالد مع الجماهير، اللقاءات مع الجماهير النادي الأهلي. حياك الله خالد، سعيد بتواجدك معنا ولك المايك. شكرا صالح، وصبحك الله بالخير وصبح الله بالخير على زملائك المتواجدين في الاستوديو. نعم أنا أقف في شارع جامعة الدول العربية، تحديدا في المهندسين في وسط القاهرة. ما شاء الله تبارك الله، نتكلم عن فرحة اليوم الأهلاوية المصريين في تأهل الأهلي المصري يعني بالدقائق الأخيرة. زي ما تابعنا المباراة، كانت المباراة حقيقة يعني مباراة قوية جدا. نتكلم عن تأهل هذا الفريق القوي اللي داخل تقريبا زي ما شفناه في الصف الثاني. معي بعض الجماهير الأهلاوية ما شاء الله، خلينا توصف فرحتها في البداية. تعال خليني أتعرف عليك. عبد الرحمن. كلمني عن الأهلي المصري اليوم تأهل، وتأهل الأهلي المصري ما شاء الله تبارك الله، يعطي البطولة حيوية وقوة أكثر في الأدوار الجاية. يستحقها بصراحة يعني، هو أحسن الفرق العربية الموجودة طبعا. التمني كلها الفرق العربية، بس هو إن شاء الله يعني أحسن فريق، هو إن شاء الله لا يأخذها يعني. كلمني كيف شفت الأهلي أنت اليوم؟ هو الأداء حلو، بس هو فيه بس اللي التنظيم في وسط الملعب يعني،
في حسام البدري برضو لسه الفرقه مش تقيله زي ما هي. عبد الله السعيد ما نزلش في وقت وكان محتاجه في نص الملعب، كان راس حربه ما كانش فيه غير واحد بس، كان محتاجين متعب ويشيل واحد من نص الملعب، يعني هي تكات بسيطه بس كانت اتنين راس حربه وخلاص. والحمد لله على الفوز يعني بسبب صالح جمعه يعني. طبعا انت تحس ان الاهلي بياخذ البطوله هذه بعد ما تاهل؟ يعني ان شاء الله ان شاء الله ياخذها ان شاء الله. طيب خليني اخذك انت، تعرف عليك يحيى. يحيى كيف شفت مستوى الاهلي اليوم؟ الاهلي اليوم تاهل بصراحه، يعني كان مستوى جميل واللعب كان حلو قوي والماتش كان جامد برضه، وبالذات ضربه الجزاء اللي جت في الشوط اللي هي الجون الاول ده كان برضه ملوش حل. طيب الاهلي ممكن بياخذ البطوله ان شاء الله ياخدها ان شاء الله، يعني كلنا بنتمنى كده يعني. بس انت لا تنسى انه برضه اللي تاهل الترجي التونسي والفيصلي ايضا متاهل اليوم. اليوم فاز الفيصلي على الوحدات او الوحده الاماراتي 2-0. ان شاء الله الاهلي طبعا جمهور مصر كله بيحييه، فان شاء الله كلنا هنعدي وان شاء الله هنعدي كل ده وهنكسب ان شاء الله. امين. شكرا حبيبي. طيب تعال نتعرف عليك، تفضل معنا. تشجع ايش؟ بشجع الاهلي. الاهلي اليوم الاهلي ما شاء الله تبارك الله فاز وتاهل. الاهلي مو عشان خاطر تعادل الماتش اللي فات طبعا، وما كانش فيه مدرب بتاعه كان ما كانش واقف فيه يعني، ولما فقلهم يعني وفاق المدرب عايز ياخد البطوله المدرب. طيب ممكن الاهلي ياخد البطوله؟ هياخدها ان شاء الله. نسبه كم؟ يعني 50%. بس ترى الفيصلي برضه تاهل والترجي تاهل والفرق هذه قويه. ما عشان خاطر اول مره يلعبوا قصاد بعضهم بس. يعطيك العافيه. طبعا مشاهدينا الكرام ما شاء الله تبارك الله الفرحه لا توصف، يعني لو نشوف خلفي هذا المنظر ما شاء الله تبارك الله من الجماهير الاهلاويه الموجوده. صالح يعني زي ما انت شايف في في فيها فعاليه، فيها زي ما يسمونها اخواننا المصريين هيصه وفرحه هستيريه شوي من فوز الاهلي. الان اعود لك في الاستوديو ان شاء الله باذن الله تعالى لعوده يا صالح ان شاء الله من مكان اخر ومع جماهير اخرى. اليك أكيد. الصوت والصوره اكيد هذا الاهلي يا خالد، يعطيك العافيه وبننتظر عوده لك. عرفت المكان ولا لا وليد؟ تقريبا في وسط البلد في شارع التحرير. شارع التحرير؟ في الدقي. جامعة الدول العربية؟ في الدقي او جامعة الدول العربية. انت بتختبرني. طيب احنا نرجع للحديث عن البطولة العربية وجبال البطولة العربية، وما شاء الله الجماهير يعني في تفاعل كبير مع الاهلي. فيه يعني حاسين الاهلي جالس يعني المباراة هذه كانت يمكن حماسية كثير، فعشان كذا كان الناس بدأت تحب الاجواء هذه. يعني انا جالس اشوف المباراه حتى المعلقين يعني استمتعوا في الهدف اخر الدقائق. شوف انا قلت لك الكلام ده في الاول، المباراه دي دخلت البطوله اجواء البطوله. صحيح. قبل المباراه دي كانت الاجواء تقريبا هاديه شويه. النهارده لو شفنا في اثناء المباراه الجماهير ملت المدرجات على غير العاده. اول مباراه للنادي الاهلي كان تقريبا الجماهير بنسبة كبيرة مش موجودة، المباراة اللي بعدها زادت شوية، النهاردة المباراة التالتة الجماهير ملت المدرجات، بعد المباراة الاحتفالات في الشارع، سخونة المباراة وكونها ما بين الأهلي وأحد فرق شمال أفريقيا خلت المباراة كأنها مباراة بطولة أو مباراة لقب. وفوز الأهلي في الدقيقة الأخيرة أو في الدقائق اللي فوق التسعين ده يعني الجمهور اعتاد من النادي الأهلي على كده، الجمهور دايما بيحتفل ودايما بيحط ثقته في النادي الاهلي انه لحد لو هنلعب لحد 96 ممكن النادي الاهلي يجيب في الدقيقه 96. صحيح. ماجد خلينا نتكلم عن جانب اخر وموضوع اخر اللي هو التغطيه الاعلاميه للبطوله. انت كاعلامي رياضي كيف شفت التغطيه؟ والله التغطيه الاعلاميه يعني كانت مميزه من القنوات الرياضيه بالتحديد. كإعلام أردني تقريبا ما كان في إعلام أردني خارج لتغطية النادي الفيصلي باستثناء كادر موقع نسور الكردنية لأنه جنوب الشكر. أما كإعلام مصري كنا نشوف إعلام مصري جدا يعني متواجد في جميع المباريات سواء كانت للنادي الأهلي أو كانت لغير النادي الأهلي. وإحنا بنشكر طبعا الاتحاد العربي واللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي على تعاونها مع الإعلاميين وتقديم كافة سبل الراحة لهم. نعم، ايش السبب ليش يعني ما في تغطية مثلا؟ احنا في السعودية يمكن بس المحسن
في تغطية في موفدة القناة الرياضية طبعاً القناة الرياضية لكن كإعلام أردني يعني شو السبب إنه ما قناة القناة الأردنية الرياضية كانت لها تغطية للبطولة ولكن ما لها طبعاً حقوق بس للمباريات أما كمواقع إلكترونية ما كان فيه إلا زي ما قلت لك كادر موقع نصور الكرة الأردنية. نعم محسن بيونك أنت متواجد في الإسكندرية كيف شفت الحضور الإعلامي خصوصا اللي يعني تحب دائما تغطي أندية السعودية؟ أول شيء خلنا نتكلم عن موقع النصور الأردنية يعني ننجح عشان الرجال هو فيه صح ولا لا؟ يستاهل لا أنا يستحقون الكلام لا طبعا تعرف أنت لما صالح تشارك النصر ولا لو ناشين بتكون عليها دائما يعني التركيز وعندنا تويتر ما شاء الله هو بالدرجة الأولى شغال يعني الفيديوهات والكلام والتعليقات والهاشتاجات في تويتر يعني دائما تجيب مفعولة في السعودية طبعا احنا معروفين شعب نحب الكورة بأي مكان يكون في الأندية الكبيرة بيتابعونا جماهيرها فهذا شيء طبيعي طبعا السعودية ناقلة البطولة تغطية مرة ممتازة هذا اللي بينعكس على يعني كما هو كان متوقع التغطية ولا أقل مستوى ولا والله شوف يمكن حضور الجماهيري شوية يعني لكن بشكل عام التغطية كانت مرة ممتازة توقعت التغطية هذه ولا كنت توقع زخم أكبر والله شوف أبو سلطان دائما في البداية بتكون فيه مشاكل البطولة العربية أول بطولة لها بعد توقف فترة طويلة فهذه المشاكل بتواجهك في النقل او في موضوع الجماهير او في موضوع هذا بالعكس هذا بدايه خير يعني ودائما في الاول في اخطاء بعدين تتصلح مع الوقت يعني فان شاء الله يعني مع الوقت تتعدل الامور اللي صارت في البطوله الاولى هذه هو بالضبط بس انا بدي احكي عن شغله مهمه يعني بدايه البطوله كانت في برامج او خلينا نحكي تقديم للانديه المشاركه في البطوله للأسف بعض الإعلاميين أو بعض المقدمين البرامج كان في استخفاف لبعض الأندية يعني في حظوظها في البطولة يعني خلينا نحكي كانوا يحطوها الحلقة الأضعف وقدمت مستويات مميزة يعني خلينا نحكي مثلا عشان ما تحكيش النادي الفيصلي نادي حسين نصر داي الجزائري من أنا بشوفه من أميز الفرق في البطولة لعدة أسباب السبب الأول الموسم الماضي أنهى الدوري الجزائري في المركز 11 عنده مشاكل إدارية فريقه الحالي اللي بيلعب بالبطولة العربية فريق جديد كامل بدأوا الإعداد البدني للبطولة العربية قبل البطولة ب 11 يوم هذا حكينا ليال المدير الفني للفريق مصر حسين داي الجزائري قبل البطولة ب 11 يوم يعني وبيقدموا مستويات مميزة واليوم لآخر دقيقة بنفسه على بطاقة التأهل إذا بنحترم الفريق ترى دائما في كل بطولة دائما الترشيح يروح للفرق الكبيره طبعا في البطوله الاوروبيه كانت اليونان بعيده عن الترشيح وعن ذا جت خطفت البطوله وراحت من بعيد خطف دائما اوقات يعني دائما ترشيح هذا نعم. شيء طبيعي انك تكون في الفرق. في كمان شغله بدي انوه عليها يعني انا بحضر بعد مباراه الفيصلي والاهلي المصري فاز الفيصلي جميع اغلب الاعلاميين بيحكوا لك فاز بالحظ مع انه قدم مباراه مميزه جدا بالعكس في ناس كثيرين تكلموا عن الفيصلي قالوا شكرا المباراه الثانيه نفس المذيع نفسه بيحكي مع اداري بالنادي الفيصلي بيحكي له يعني احنا اعترفوا بيحكي له احنا كنا نحكي انه الفيصلي فاز بالحظ ولكن اثبت لنا انه قاعد مباراه المباراه بيقدم مستويات مميزه وفوز عن جدار واستحقاق والله شوف يعني حاله كره القدم في الاردن هي تستحق الدراسه في مستويات متطوره يعني واضح انه في تدرج بشكل كبير الكرة الأردنية أبو سلطان جتها نقلة بعد ما جاها الجوهري فترة بالضبط هو أنا جاها الجوهري فترة حتى احنا كمتابعين عرفنا عن الكرة الأردنية أكثر بالضبط هو أنا إذا بدي أحكي عن المنتخب الأردني بالتحديد زي ما تفضل الكابتن أيام الراحل المرحوم الجوهري جوهري عدنان حمد العراقي بعديها الكابتن عدنان حمد وخدم الكابتن عدنان حمد إنه كان عنده جيل ذهبي مميز بالإضافة إلى الكابتن بعدها جاء الكابتن المصري حسام حسن قدم مستويات مميزة صراحة مع الكرة الأردنية وتعادل مع منتخب الأوروغواي وكان يلعب مع أندية مع منتخبات جدا كبيرة يعني خلينا نحكي الإكوادور منتخبات عالمية لكن بعد رحيل حسام حسن المنتخب الأردني الكرة الأردنية مستواها في نزول للأسف متابعينا الكرام جانب مهم من البطولة ومن أهداف البطولة التقارب العربي نتابع إن شاء
سعداء يعني كسعوديين احنا نلتقي باخواننا اهل السودان. مرحبا. تحيه للسودان. الله اكبر. الله اكبر. وتحيه للسعوديه. تحيه للسعوديه. وان وياكم احنا وياكم واحد. نعم. والله لا خاسر. الله اكبر. المريخ. الله اكبر. والهلال السعودي. ايوه. والهلال السوداني برضه. الله. كلنا اخوان. لحظه صبركم علينا. وكلنا انديه عربيه. والسودان نعتز فيه برجاله وأخلاقه وطيبته، لكن قولوا إن شاء الله نهزمكم. لا كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا واحد، احنا كلنا واحد. ابو طيب، ابو صالح الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. انت جاي عشان البطولة؟ اي طبعا. والهلال السعودي والنصر السعودي. النصر السعودي طبعا، كلهم يمثلون الوطن. نعم. طيب حتفوزوا اليوم على المريخ؟ والله ان شاء الله انا قايل للاعبين الهلال احنا والمريخ واحد، لكن ان شاء الله بنحاول، بس ما نوعدكم، بنحاول نخليها تعادل، لكن ان شاء الله احنا فايزين ان شاء الله. الشلهوب حيلعب. الشلهوب حيلعب لان عندنا السماعي وعبد الكريم، عبد الكريم القحطاني حيلعب. ايش تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله. اولا شكرا للاخوه في التلفزيون السعودي، وشكرا ايضا للاخوه في جمهوريه مصر العربيه الان التي تستضيف هذه الدوره. انا محدثكم بشرى محمد الصوفي، عضو الرابطه المركزيه. وشكرا ايضا للاتحاد العربي السعودي، هذا الاتحاد الذي يعمل ليل نهار على ترغيه وتطوير الكره السعوديه ووضع الكرة العربية ووضع بصمة واضحة. وأنا أفتكر أن الكرة العربية الآن بصفة عامة أخذت وضعها في يعني من النواحي الفنية وكل النواحي، المهارات وحتى النواحي الإدارية، والاتحاد العربي كان له دور كبير جدا جدا. طيب حقيقة وصلنا إلى مدينة الإسكندرية، وجدنا ترحاب كبير من الإخوة في المصريين في مدينة الإسكندرية. الرابطة المركزية بقيادة الأخ خالد زروق وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الرابطة المركزية. وأود في هذه السانحة أن أشكر وأعبر عن شكري وتقديري إلى السيد جمال الوالي رئيس نادي المريخ. السيد جمال الوالي رئيس نادي المريخ يعني بيحب دائما يبث القيم الرياضية بالنسبة لجماهير المريخ، لأن الرياضة في النهاية هي محبة وسلام ودعوة للتواصل بين شعوب العالم. وما يحدث الآن من هذا العرس العربي يؤكد هذه المعاني ما بين الإخوة في جمهورية مصر وبين الإخوة في كل الدول العربية. وأنا أرجو أن يسمح لي الإخوة في الرابطة المركزية أن أحيي كل الجمهور الرياضي العربي، ونحن إن شاء الله دائما الرياضة لديها قيم. نحن كنادي مريخ نحافظ على هذه القيم من ناحية التشجيع المثالي، من ناحية احترام الخصم، من ناحية اللعبة الجميلة. حتى إذا كان الفريق الخصم قدم يعني لعبة جميلة لا شك إنه نحن يعني نحتز بهذه، لأنه في النهاية الانتصار للكرة العربية إن شاء الله. طيب شكرا لك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الليلة نحن جايين هنا عشان ننتصر. العلم وين المريخي؟ العلم المريخي والله هندبس شالوا الهنائي بتاعه، شالوا هذه فقط. هذه بس. ايوه. ليش؟ والله يعني ناحية أمنية بس. ناحية أمنية. ما سمحوا لكم بدخول العلامة الكبيرة؟ لا سمحوا بدخول العلامة الكبيرة، لكن أي علم فيه عصاية أو حديدة ما بيخلوا. العصا والحديد ممنوع من دخول الملاعب. ممنوع من دخول الملاعب. معطوكم الصغار هذه. الصغار هذه لأنها ببلاستيك. التذاكر من وين اخذتوها؟ من مكتب البوابه. من نفس البوابه هذا. من نفس البوابه هذا. اعطوكم اياها ولا اخذتوها بفلوس ولا كيف؟ ايش الطريقه؟ والله اخذناها بفلوس، جبناها من معانا من السودان. هاي اخذناها معانا من السودان. طيب. ونحن جايين من السودان من بالبر يومين. شكرا للزميل معن القويعي و ملك قفشات محسن، جميل الصراحة ودائما يتواجد. جميل، يعطيه الصحة والعافية، متواجد في كل البطولات، متواجد في كل المدرجات، يعني تعبنا الفريال صراحة. ما شاء الله. ماجد، كيف تشوف التقارب العربي يعني في جانب مهمة، تواجد الجماهير في مصر، الشعب المصري وتقبل الشعوب العربية بشكل عام؟ والله شوف، أنا زي ما حكيت لك في البداية أنا وجهت الشكر للشعب المصري الشقيق
صراحة احنا كأردنيين سواء جماهير او اعلاميين او حتى ادارة او لاعبين للامانة ما واجهنا اي مشكلة، يعني كانوا مش بالقاهرة احنا بعمان. الشعب المصري جدا يعني من الشعوب اللي بتدخل القلب بسرعة زي ما بيحكوها، شعب مكرم مكرم للضيف، شعب راقي برضه. يعني احنا لما نروح على المدار على الملعب اعلاميين بكون عنا اعلاميين زملاء من الاعلاميين المصريين جدا متعاونين، يعني كأنه على قولة اخوانا المصريين بيننا عيش وملح. حتى الجماهير عندنا بتلاقي مثلا جماهير نادي الفيصل بتفوت تقعد معهم جماهير الاهلي المصري، جدا جدا يعني في ود يعني جدا يعني كأنه احنا قاعدين بعمان. نعم وليد، كيف استضافتكم ل انت كاعلامي برضو وتوجز ملاك الاعلاميين في مصر؟ شوف في البدايه احنا كمصريين بنامل ان تكون البطوله العربيه للانديه هي البدايه لعوده الجماهير للمدرجات في الملاعب. احنا عندنا بقالنا كذا سنه ما فيش جمهور في المدرجات، بنلعب الدوري والكاس والبطولات المحليه كلها بدون جماهير يعني تقريبا 50 من 50 ل 200 مشاهد بس اللي بيبقى مسموح لهم يدخلوا. والان نفس حتى يعني قبل بدايه البطوله احنا بس المباريات في البطولات الافريقيه بس بنبقى مجبرين السماح لبعض الجماهير، تقريبا بيبقوا حوالي 5000 مش اكتر من 5000 لكل فريق. في مباريات المنتخبات او المنتخب الاول برضو بيبقى مسموح يعني مرة 5000، لما كانت في مباريات مهمة بقوا 10000 او 20000 بالكتير. احنا عندنا الاستادات او الجماهير ممكن لو بتلعب مباراة مهمة ممكن تلاقي 80000 في الاستاد. احنا استاد الجيش في برج العرب بيسع ل 80000. اما بالنسبة للتغطية الاعلامية فاللجنة المنظمة عملت شيء مهم، ان هي خصصت بعض الاعلاميين او استعانت ببعض الاعلاميين للمساعدة والمعاونة في المؤتمرات الصحفية وفي تدريبات الفرق، يعني بالاخص خلت الصحفيين او الاعلاميين هم اللي ينظموا دور بقية زملاتهم عشان ما يبقاش مثلا في احتكاك ما بين اي مثلا اداري والصحفيين او اي فرد امن والصحفيين. لا، دخلوا الصحفيين او الاعلاميين المصريين هم اللي ينظموا جلوس زملائهم الصحفيين والاعلاميين من كل الوطن العربي الجلوس والاماكن. لان انا كصحفي عارف الصحفي اللي قاعد قدامي ده الزميل ده محتاج ايه بالظبط، فانا هبقى اكتر واحد عارف هو عايز ايه، غير الاداري غير فرد الامن هيتعامل معاه بشكل ما هوش عارف دوره ايه بالظبط. نعم. متابعينا الكرام، الزميل معن القويعي في الاسكندريه التقى عدد من الجماهير الرياضيه وسالهم عن البطوله العربيه، نشاهد. ايش رايك في وجود البطوله العربيه في مصر؟ تمام، يعني شيء ايجابي طبعا، شيء يشرف مصر. تتمنى الاهلي يفوز بالكاس ولا الزمالك؟ اكيد الاهلي طبعا عشان اهلاوي. واذا اخذ الزمالك تزعل؟ لا ما ازعلش طبعا. يلا شكرا. وجود البطوله العربيه في مصر وتحديدا في القاهره والاسكندريه وش تعني لك؟ والله هو حلو وخير للبلد، يعني مش وحش. اقتصاديين طبعا احسن ناس. الله يسعدك. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. ومش عنصري، الزمالك برضه طبعا. طيب انت عارف ان في بطوله عربيه مقامه هنا؟ نعرف ان في بطوله عربيه مقامه في الاسكندريه وفي مصر. اكيد. ايش تعني لك يعني اقامه البطوله في مصر تحديدا؟ ايش تعني لك مبدئيا اقامه البطوله في مصر؟ يعني دي حاجه كبيره بالنسبه لنا وشرف لينا، والبطوله يعني ضم فرق كتير من مناطق عربيه كتير زي السعوديه واهل السعوديه مشرفينا طبعا، والاردن والجزائر ومناطق كتير. تمام، ما دام اتقامت عندنا هنا البطوله يعني احنا بنعرف الناس اللي بره ان عندنا احنا الوطن العربي يد واحده، مفيش ما بيننا اي مشاكل، وعندنا هنا في مصر امن وامان، وفي اي منطقه في اي وطن عربي امن وامان. وشكرا. عارف ان في بطوله؟ طبعا عارف ان في بطوله، لان بشجع اللعبه الحلوه، وكل الدول العربيه اخوات وكلنا يد واحده، واهلا وسهلا بيهم كلهم عندنا. طيب وجود البطوله العربيه في مصر ايش تعني لكم؟ تعني اننا السياحه تبقى حلوه والناس تيجي ومصر امان وكل حاجه حلوه فينا. الله يحفظك. شكرا. الله يكرمك. انت عارف انه في بطوله عربيه عندكم في مصر؟ شجع مين؟ بلدي طبعا. الاهلي ولا الزمالك؟ لا اهلي. طيب. اما ترى ولا الزمالك الاثنين مصر. طيب وجود البطوله هذه عندكم في مصر ايش تعني لك انت كمصري؟
والله كل شيء كويس، يعني الواحد بيفتخر ببلده اللي بتقدم بطولات وبتستقبل بطولات، بيفتخر بالشعب اللي جايله، الناس المحترمه، الاخوه العرب عامه كلهم، الاخوه الافارقه. المشجعين العرب اللي جايين مصر عشان البطوله ايش تقول لهم؟ والله ان شاء الله احنا نفسنا ناخد البطوله، عشان نقول لكم يعني اللي انتوا تاخدوها ان شاء الله احنا ناخدوها، بس هتفضلوا ضيوف فوق دماغنا لحد ما تمشي. طيب تعطينا شيء مجانا ولا لا؟ خد اللي انت عاوزه. بس لسه ما استوى هذا، هيستوي دلوقتي. الله يسعدك. فيم يستوي. الله يسعدك. الله يسعدك. انت تدري في بطوله عربيه مقامه في مصر؟ متابعها الاهلي. اهلاوي؟ ان شاء الله. طيب وجود البطوله هذه عندك في مصر هنا تحديدا في القاهره والاسكندريه، ايش تعني لك انت كمصري؟ يعني مصر فيها امن برضو، الجيش والشرطه بحسنا في الدنيا عادي، جماهير برضو لازم ترجع. شكرا للزميل معن القويعي على هذه اللقاءات، وعجبني بصراحه تقبل الاخوان في مصر والحديث بشكل جميل عن البطوله، واتوقع الدور اللي كثر منها معا ولا بغى يحترق خلى الرجال يحكي على البطوله ونسال الذره. طيب انت كنت في الاسكندريه، بما ان التقرير من الاسكندريه، كيف شفت تقبل الناس لهالبطوله، او صار في دردشه اكيد مع والله زي ما تكلمنا قبل، لما يشوفونك الناس يسالونك عن البطوله وعن المستوى، خاصه عن مستوى النصر وعن في البطوله هذه، الناس مهتمه في البطوله طبعا. لما تشوف وفي مصريين يحكون كثير عن الزمالك انه مش عاجبهم المستوى، وعن الاهلي يعني في القاهره هنا، فلازم لابد يكون في ايجابي وسلبي، يعني تاخذ الشيء الكويس والشيء المش كويس تسيبه. طيب انت شاركت في البطوله العربيه، وقلنا احنا بنتكلم معك على البطوله العربيه، ذكرياتك كابتن على البطوله العربيه، انت ثلاث بطولات شاركت فيها؟ اي ثلاث شاركت. تذكر عام كم؟ لا والله ما ذاكر. بس عام 2000 اكيد تذكره ولا؟ اي اكيد 2000 اكيد اكيد. طيب وش ابرز ما يتذكره محسن من هالمشاركات في البطوله العربيه؟ يعني احداث معينه، في مباراه معينه، في بطوله معينه؟ والله يعني من اهم الاحداث اللي مرت انا علي في تاريخي في الكوره بطولتين، بطوله كان يعني كانت في الرياض، الحكم بالقولة اللي سعيد القطور هو مات طبعا الله يرحمه، الله يرحمه. طبعا هذيك المباراة مستوانا كان مرة ممتاز، وكان النهائي مع نادي الهلال حسب علينا ركلة جزاء في آخر الدقائق، فيعني هذه من الأشياء الأحداث اللي مهمة والسعوديين بدل الضايع. السعوديين هذول كلهم يذكرون ذكر البطولة. وفي بطولة النخبة اللي في سوريا جانا بلنتي في الدقيقة يمكن ما يعني في آخر الدقائق، باقي دقيقة ودقيقتين جانا بلنتي وضع علينا، فهذه من الاحداث اللي مهمه وفي ذاكرتي ما انساها يعني. نعم انت في بلنتي كنت معترض عليه كثير ولا لا؟ مع بالقوله هذا البلنتي اللي يعني يعني كويس مسكت اعصابي. بدايه 93 او 92 يعني خلاص على نهايته، انا المباراه انتهت، انا لو حكم والله ما احسبه على على لا على نصر ولا على الهلال، لو انا حكم الملعب استاذ ملك فهد مقفل وجمهور واعلام والله ما احسب. كان في جره من الحكم عاليه جريء جدا. كان بلنتي فعلا ولا كابتن؟ لا ما كان بلنتي، ما كان بلنتي، مثل شويه فيها. هذه عام 2000 كانت؟ اي كان. هذه اللي نظمها النصر واخذ الهلال. نظمها النصر واخذ الهلال عليها. يعني هذا كان عمر الغامدي بمناسبه ضربه الجزاء دي، كنا لسه بنتكلم فيها من يومين دي مع الكابتن جمال الغندور برضو الحكم الدولي. جمال الغندور كان حكم لانه كان موجود، كان هو حكم رابع في المباراه دي. هو ضربه الجزاء دي تتحسب وما تتحسبش، ممكن لكن ممكن. التوقيت بتاعها صحيح. يخلي اي حكم ما يحسبهاش، خلاص المباراه انتهت. نفس الكلام اللي انا قلته وكابتن جمال يعني ما تتحسبش، لكن توقيتها اي حكم ما يحسبهاش خلاص المباراه انتهت. صحيح صحيح بالضبط. نعم انتم تذكرون شيء يعني كاعلاميين عن البطولات العربيه، في ذكريات موجوده ولا مواقف احداث؟ انا متذكر طبعا البطوله اللي خدها النادي الاهلي، النادي الاهلي خد بطولات عديده، خد بطوله الانديه العربيه الابطال الكاس سنه 95، وخد بطوله الانديه العربيه الابطال الدوري سنه 96، وخد النخبه العربيه. لكن بما اننا بنتكلم على ابطال الدوري، فبطوله ابطال الدوري كانت سنه 96، دي كانت هنا في القاهره، النادي الاهلي كسب في مباراه قبل النهائي، لعب قبل النهائي مع اولمبيك خريبكا المغربي وفاز بنتيجه 3-1، وفي مباراه
في النهائي لعب مع الرجاء المغربي وكان الرجاء بكامل النجوم وكان فيه بصير صلاح الدين وكان يعني من اقوى الفرق في قاره افريقيا ولكن الاهلي فاز باللقب. كان يومها كان في الاهلي كان وليد صلاح الدين يعني متذكر انه الهدف بتاعه طلع من افضل الاهداف في البطوله لما يعني عندنا في مصر بنقول رقص الجون مرتين يعني رقص الجون مره وما رضيش يحطها ورجع ترقصه ثاني حطها فكان من افضل المباريات مع مين هذه لكم مع النصر بس لا لا لا, لا مع الرجاء المغربي مع الرجاء المغربي طيب هذه ذكريات جميله اكيد البطوله العربيه واللي يعني الكل سعيد بعودتها بصراحه توقفت فتره طويله وبوجود الرئيس الاتحاد العربي الامير تركي بن خالد الله يعطيه العافيه على العودة لهالبطولة ونتمنى أنها تستمر فعلا وتكون أقوى وأفضل وتواجد الفرق ونجومها في البطولة لدعم البطولة بكل تأكيد ولكن كل أندية لها ظروفها وتعاملها مع الاتحاد العربي. متابعين الكرام مستمرين معكم في التغطية في تقارير كثيرة في ربط مباشر مع عدد من الزملاء. نعود من جديد لزمن خالد الجبر. خالد رحب فيك مرة أخرى آخر وصلة معك ولك المايك. شكرا صالح أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وأهلا بمن انضم إلينا الآن لمتابعة ما تبقى من برنامج الوسط الرياضي هنا من القاهرة من شارع جامعة الدول العربية في المهندسين حيث النقل الحي والمباشر ما زالت أصداء البطولة العربية ما شاء الله تبارك الله في الحدث. معي اليوم أو في هذا النقل بالذات مجموعة من الشباب السعوديين اللي يتكلمون عن كنت أتكلم أنا وياهم يا صالح عن مشاركات الهلال ومشاركة النصر وبعض الأندية الموجودة في البطولة العربية. خليني أبدأ مع خليل. خليل تفضل معي. خليل تكلمت أنا وياك قبل ما نبدأ على الهواء عن مشاركات الهلال والنصر. كلمني كيف شايف أنت البطولة العربية واللمة العربية هذه؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. البطولة العربية أحلى ما فيها التجمع العربي زي ما نشوف الأندية من كل قطاع العرب الأردن لبنان السعودية مصر أهم شيء التجمع العربي. ونتكلم عن مشاركة الهلال والنصر بما أننا سعوديين. يعني الهلال طبعا زي ما شفنا شارك في الصف الثاني لأن الهلال مركز شوي على آسيوية وشارك للفائدة للشباب أكثر شيء. أما النصر كانت مشاركته كانت ضعيفة جدا بما أنها كانت استعداد للدوري فنقول أنها كانت مشاركة خجولة نوعا ما. وبالتوفيق لكل الأندية. طيب بكرة النصر تنتظره مباراة أيضا مع الزمالك والهلال أيضا تنتظره مباراة تقريبا هي كلها تحصيل حاصل تقريبا كلهم خارجين. أيوه هي في الأول والأخير هي الفائدة كإعداد لموسم جديد فقط لا غير. جميل. طيب أخيرا من تتوقع بطل البطولة العربية هذه السنة؟ والله أتوقع تقريبا الأهلي المصري. لك العافية. طيب خلينا نأخذ مشاركة ثانية. نتعرف عليك. معك محمد العلي طال عمرك. محمد ونعم محمد إحنا على الهواء مباشرة الآن في برنامج الوسط الرياضي. مشاركة الهلال والنصر كيف شايفها؟ والله انا اشوف طبعا الفريقين طبعا ما خرجوا في المباراتين الفايتين يعني الفاتوا بنتائج مرضيه للفريقين لان الفريقين تقريبا في مرحله اعداد للموسم الجاي وفمام يعني ما يبون يخسرون لاعبين يعني ممكن تحصل اصابات او كذا في المباريات وعندهم تركيز على الموسم الجاي مثل طبعا فريق الهلال عنده تركيز على البطوله الاسيويه فعشان كذا اتوقع انهم ما لعبوا بالصف الاول من الفريقين. وبتكلم عن شيء من ناحيه البطوله العربيه. انا اشوف البطوله العربيه شيء يعني بصراحه يزيد من اللحمه العربيه وشيء بصراحه يعني راح يخلي العرب يتكاثفون مع بعض. نعم. طيب خليني ارجع لاجواء البطوله العربيه. من اللي عجبك يعني من اللعيبه؟ والله انا بصراحه يعني البطوله يعني ما شفت يعني ما كان يعني ما شفت تقريبا مباراه واحده منها بس اتوقع يعني لاعبين الاهلي المصري بصراحه ابدع في مباراتهم بس ما يعني ما عندي لاعب تقريبا يعني بالتحديد كذا اقدر اقول. طيب خليني اتكلم اخيرا معك عن توقعك من تتوقع بطل هذه البطوله؟ والله اتوقع بصراحه الاهلي المصري لانه بصراحه شغال يعني بشكل جميل وتحس انه يجيب البطوله هذه. بس على قولتهم ترى الاهلي المصري اليوم فاز بشق الانفس في اخر الدقائق. طبعا هو فريق كبير وما تقدر انك
تقول يعني انه فاز بشق الانفس انه ما يقدر ياخذ بطوله، لان تاريخ النادي الاهلي يعني يشهد له، فما يحتاج. الله يعافيك. خليني اختم معك، تفضل معي. تعرف عليك؟ سعيد يا باشا. سعيد يا باشا. يا باشا اليوم بالبدايه خليني اعرف شو تشجع انت؟ انا اشجع الاهلي. الاهلي. نقول لك في البدايه مبروك فوز الاهلي اليوم. اليوم الاهلي تاهل. وش حاب تقول له؟ جميل، والف مبروك، وربنا يديهم الصحه كده ويكملوا على خير وياخدوا البطوله ان شاء الله، ودايما يفرحونا كده. هم عملوا انجاز النهارده كويس، وربنا يديهم الصحه يا رب. جميل. انت شايف ان الاهلي قادر ياخذ البطوله؟ اه ان شاء الله باذن الله، طول ما احنا مدين ثقه لله ومؤمنين ان احنا ان مفيش حاجه صعبه، يعني طول ما انت مفيش حاجه مستحيله. جميل. كل ما ده انت واخد الثقه، ما دام في حاجه عايز تعملها ان شاء الله هتيجي. طيب الحين لما يشاهدونك محبين الاهلي ولاعيبه الاهلي، وش حاب تقول لهم؟ اقول لهم الف مبروك، ويا رب دايما كده تفرحونا، وشعب مصر كله فرحان من قلبه ان انتوا عملتوا انجاز، اتعادلتوا وخدتوا برده في اخر دقيقه الماتش، والف مبروك، وربنا يا رب دايما يفرحونا ويبقى بسعاده كده ان شاء الله. ماشي. بس طبعا مشاهدينا الكرام، هذه بعض اصداء ما شاء الله تبارك الله جماهير الاهلي اللي مبسوطه زي ما انتم شايفين ما شاء الله في 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 حضور. لو ناخذ لقطه للموجودين ما شاء الله تبارك الله، نقول هذه بعض الجماهير اللي مبسوطه في تاهل الاهلي اللي جاء في الدقائق الاخيره. طبعا صالح، قبل ما ارجع لك للاستوديو، غدا ان شاء الله باذن الله تعالى في مباراه منتظره بين الزمالك المصري والنصر السعودي، وايضا الهلال اللي راح ان شاء الله يلعبون في الاسكندريه. هذا كل ما لدي اخوي صالح، انا اسف على الاطاله، ولكن ما شاء الله تبارك الله كان في حضور كثيف، فوجب علينا احنا ننقله زي ما نقلنا لكم بالصوره اللي طلعت معنا قبل قليل. صالح، ليك الهواء والصوت والصوره، وتحيه لك وتحيه لضيوفك. حياك الله. شكرا يا خالد، يعطيك العافيه، ما قصرت وتغطيه مميزه كعادتك امس واليوم، وباذن الله مثل هالحلقات الاسبوع القادم وتكون معنا في هذه التغطيات. نعود الحديث مجددا متابعين عن البطولة وأخبار البطولة، في عدد من الأخبار راح نتحدث فيها مع الضيوف المتواجدين معنا هنا في الاستوديو. في أبرز الأخبار طبعا اللي خلال اليوم، في خبر الأهلي يقتل أحلام نصر حسين داي والصعد لنصف النهائي، تحدثنا فيه مع الضيوف. خبر آخر، كوبر يحضر لقاء الأهلي ونصر حسين داي، حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري على حضور مباراة الأهلي ونصر حسين داي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة العربية. وليد، كيف تشوف حضور المدير الفني للمنتخب المصري؟ الجهاز الفني بالكامل للمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر. نعم. ده دائم التواجد في المباريات الفرق المصرية، خصوصا الأهلي والزمالك في مبارياتهم الأفريقية أو مبارياتهم الدولية يعني. وحضوره طبعا مباراة الأهلي النهاردة مع نصر حسين داي ده بيؤكد أنه عارف قد إيه المباراة مهمة للنادي الأهلي، وعارف قد إيه المباراة هيكون فيها روح وهيكون فيها حماس. وهو طبعا حضوره ده بيبقى لمراقبة لعيبة منتخب مصر، عشان طبعا المراقبة من الملعب غير المراقبة من أكيد. التلفزيون، المراقبة من الملعب هو بيراقب تحركات اللعيبة اللي ما معهمش كورة، التلفزيون بيوريك اللاعب اللي معاه كورة بس. أهم شيء ما يكون محلل في أحد الدول طيب أيضا عندنا خبر آخر يعلق عليه ماجد، تجي الاحتراف لاعبي العهد حتى نهاية البطولة العربية، قرر العهد اللبناني إرجاء مناقشة أي عروض احترافية للاعبيه حتى انتهاء البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر. يعني بعض الأندية تتوقع أنه توقف المفاوضات بقرار منها، ما أعتقد أنه له علاقة الموضوع، ممكن أنا أجي أفاوض وكيل أعمال لاعبين والنادي ما له علاقة في النهاية، ولا لا؟ بالضبط. أكيد أخوي أستاذنا، نادي العهد بضم كوكب من النجوم المميزين صراحة، ظهروا بالبطولة، أنا بسميه فريق العهد كان الحصان الأسود للبطولة، أدى مستوى مميز ما حد أتوقع منه. يعني إحنا شفنا
احنا كمتابعة كأندية أردنية مشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي تابعنا نادي الأهد لعب ضد نادي الوحدات الأردني وتفوق عليه في المباراة ذهاب وإياب، لكن ما كان يؤدي المستوى اللي بيؤديه في البطولة العربية. تقريبا من يومين أنا في حوار مع السيد نيبوش المدير الفني لنادي الفيصلي بحكي معه عن موضوع نادي العهد، ونادي العهد بيقدم مستويات مميزة. بحكي لي نادي العهد استقطب أغلب لاعبين المنتخب اللبناني، يعني هو عبارة عن منتخب لبنان، فهذا اللي خلاه يؤدي مستويات مميزة، بالإضافة إلى المحترف شفنا عنده محترف مميز اللي هو ديوب الإفريقي، محترف على سوية عالية. فبالتأكيد يعني العهد عنده لسه هسه مشاركة آسيوية بالموسم القادم بكأس الاتحاد الآسيوي. الأسماء اللي معاه حاليا بتخدمه في البطولة الآسيوية اللي جائزتها تفوق $1,000,000، لاعبين يعني بيقدروا ينافسوا على البطولة، بيقدروا إذا توفرت لهم الإمكانيات المالية والمادية وسبل الراحة يحصلوا البطولة. فأكيد يعني نادي العهد بيأجل أي تفاوض مع أي لاعب. طيب محسن، تحديد موعد قرعة نصف نهاية البطولة العربية، كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري كرة القدم وسير مجموعتي الاسكندرية بالعربية بالبطولة العربية، أنه تم تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لقرعة نصف نهائي البطولة العربية. طبعا هذه تحديد القرعة يعني شوف ترى الأندية هذه بقى تو لسه نحكي فيها صح، عشان كنا نتكلم عن القرعة هي اللي تبين كل فريق مع فريق كيف يعني ممكن تجي فرصة للأهلي المصري ياخذ البطولة، ممكن تجي على حسب وش اللي يعني بيطلع كفريق اللي بيقابلك. نعم جميل. هذه هي الأخبار متابعين الكرام. أيضا نتحدث مع الضيوف عن مواجهات الغد، عندنا المباريات الغد بين العهد اللبناني والفتح الرباطي المغربي. وليد كيف توقع هالمباراة؟ مباراة مهمة جدا، مباراة صعبة مش سهلة. شفنا فريق الفتح الرباطي بيأدي أداء كويس في المباراتين اللي لعبهم، مباراة تعادل ومباراة فوز. فريق برضو العهد اللبناني فريق لسه كان ماجد بيقول انه فعلا الحصان الاسود للبطولة. كمان المدرب بتاعه انا شايفه مدرب كويس جدا، لعيب كرة فاهم او مدرب كرة فاهم، كان طبعا لاعب في المنتخب اللبناني لاعب دولي، فانا شايف المباراة هتبقى متكافئة يعني الى حد ما. ممكن كفة الفتح الرباطي تكون ارجح بنسبة بسيطة لجاهزية الفريق بدنيا بس. جميل. مباراة العهد اللبناني والفتح الرباطي المغربي، شوف فريق الفتح الرباطي احنا كموقع نصور الكرة الدنية بنعمل احصائيات لجميع مباريات البطولة العربية لكرة القدم. الفتح الرباطي احصائيا اكثر نادي عنده زخم هجومي بناء على الاحصائيات اللي احنا بنعملها. فتح الرباطي عنده اطراف جدا مميزة سواء بالباك او بالميدل او بالفورورد، اطرافه جدا مميزة، سرعة بالاطراف، اطرافه مهارية سريعة، عنده لاعبين بتسديداتهم جدا مميزة وقوية، يعني فريق اشبه بالمتكامل. بالمقابل نادي العهد فريق تكتيكي اعتمد في المباريات الماضية على خلينا نحكيها الهجمات المرتدة، على التوازن بين الدفاع والهجوم. نعم. مباراة صعبة على الطرفين، ولكن أنا ما بتوقع أنه العهد يقدر. جميل. هو اللي يبادر بالهجوم، ممكن أنه ينتظر هو الفتح ويمص حماس الفريق ويهاجم على المرتدة. طيب الزمالك والنصر تتوقع المباراة على السريع لو سمحت بحسن؟ ما يعني فريقين خسرانين يعني خسروا البداية القوية للبطولة، مباراة صعبة بتكون فيها حماس. طيب. شوي من جناحة الجمهور. احنا نقول لكم شكرا لحضوركم معنا هنا في استوديو الوسط الرياضي في التغطية الخاصة للبطولة العربية. شكرا كابتن محسن الحارثي. الله يسلمك، شكرا لك وشكرا للزملاء الكرام. ايضا الشكر للاخ ماجد عبابنا الاعلامي. في موضوع بدي احكي باقل من دقيقة، ما في وقت ان شاء الله استضافة ثانية. شكرا ماجد، يعطيك العافية. الله يعافيك. ايضا الشكر للاخ وليد عبد السلام الاعلامي الرياضي. شكرا وليد. شكرا ليك وشكرا ليكم كلكم ومرحبا بكم بيتكم باذن الله. شكرا لكم متابعينا الكرام، التقيكم باذن الله الخميس والجمعه القادمه في التغطيه الخاصه للبطوله العربيه. الى اللقاء.